طبعا عندنا لقطه مهمه جدا. احنا هنا ليه بننوه اللقطه دي؟ احنا هنا لا نسيء لاي حكم ولا نسيء الظن باي حكم، ولكن لما يكون في حكم قراره مختلف في لعبه مختلفه، لكن لون التيشيرت هو المختلف، نفس اللعبه نفس القرارات، لون التيشيرت اختلف قراره، فلازم هنا نقول لا في وقفه. وده اللي النادي الاهلي بيعمله من بدايه الموسم، واحنا هنا بنعمله من بدايه الموسم ايضا. الكابتن محمود عاشور في احدى مباريات النادي الاهلي امام الاسماعيلي حسب ركله جزاء وهميه، حتى بعد ما رجع للفار اصر على موقفه، لكن الكابتن سمير عثمان كان له راي، عشان احنا هنا بنستدل بالخبراء التحكيميين نشوف رايه عشان هنربط بما حدث في المباراه هذا الاسبوع. نيجي هنا نشوف الكره، هنكون في حاجتين، لو الكره جت في جسمي وبعد كده راحت لايدي يستمر اللعب ما فيش تمام. حاجه تمام. احنا هنا عندنا مبدئيا الكره جت في الجسم وقد تكون جت في ايد، بس انا شايفها ان ما جتش في الايد اصلا يعني باللعبه دي بالفيديو اللي ناس شافوه في غرفه الفيديو ما فيهاش جت في الجسم. نفترض حتى لو جت في ايده، حتى لو جت في ايده وهي جايه من جسمي جايه من راسي من ايديا من بطني ما فيهاش ركله جزاء. طبعا هنا حكم الفيديو نادى عاشور، هنا كان حكم الفيديو القرار صح. عاشور طلع شافها وصمم على قرار عاشور خلاص من وجهه نظره، هو محمود يتحمل القرار بتاعه. بس نركز مع بعض كده، حكم الساحه الكابتن محمود عاشور بمواقفه مع النادي الاهلي اللي سبق واستعرضناه قبل كده في مباراه للاهلي والاسماعيلي، شاف الكره دي ركله جزاء وهو حكم ساحه، فحكم الفار استدعاه قال له الكره مش ركله جزاء، لا لمست ايد رامي ربيعه، وحتى لو لمست ايد رامي ربيعه فهي ارتداد من جسمه. طلع الكابتن محمود عاشور راح للفار، عيد اللقطه يا ابني مره اثنين ثلاثه، هو القرار ركله جزاء. ده معيار الكابتن محمود عاشور، هو حكم ساحه فوارد يكون هو ده المعيار اللي بيحسب عليه ركلات الجزاء. واعتقد وهو حكم فار شاف اللعبه اكتر، حكم الساحه احيانا بيكون مضغوط، كمان حكم الساحه هو اللي واخد القرار فمش حابب يرجع فيه عشان احيانا ما يبقاش شكله غلط، واتكلمنا نفسيا في ده. طب كابتن محمود عاشور وهو حكم فار كان رايه ايه في لعبه مماثله وهو عنده كل الهدوء انه يحكم عليها؟ نطلع ونشوف. بص هنا اللاعب هنا بيعمل ايه؟ لعيب بيعمل ايه؟ لا راسه بيلعب الكره بدماغه. في يعني لما جم عدلوا القانون عشان الامر ده قالك من المستحيلات ان لعيب يلعب الكره او باي شكل، يعني براسه بصدره برجله باي حاجه، وان اللعبه تيجي في ايده، ده من المستحيلات. فطبعا اللاعب هنا بيلعب اللعبه دي بيقع في الارض، مستحيل ان هو عايز يجيب ركله جزاء على نفسه بالشكل ده. الكره لو ذهبت من تعمد لاعب ليده بغض النظر عن وضع ايده، سواء كان في الوضع الطبيعي او غير الطبيعي، حسبت زيها بالظبط في مباراه الاهلي يا كابتن. كابتن عايز اسالك سؤال، حسبت زيها بالظبط نفس الطريقه بالشكل ده، يبقى الحكم مخطئ في مباراه الاهلي. مخطئ اتحسبت على الاهلي بالشكل ده بالظبط يا كابتن. بص لي، لو كده بالشكل ده يبقى الحكم مخطئ. عارفين انتوا الفكره بتاعت بنفس الصباع ده نفس الارتداد، بس حكم الساحه كابتن محمود عاشور حسبه ضربه جزاء رامي ربيعه، حكم الفار كابتن محمود عاشور اللي هو واحد تاني خالص حسب ان الكوره ما فيهاش حاجه لان ده ارتداد. حاجه من الاثنين، يا الحكم بالاهواء ودي قاطعه ما فيهاش افتراضات، يا اما انت راجعت قانون لان انت ما كنتش عارف قانون. فلو انت كنت بتجهل القانون محتاج تعتذر للنادي الاهلي لانك اخطات خطا ليه علاقه بفهمك للقانون وتفسيرك ليه، ولو اهواء تبقى دي مصيبه كبيره قوي. المشكله بقى يا فارس ان لقطه زي دي استدعت نادي المصري اللي هو منافس نادي الزمالك يطالب اتحاد الكره بالغاء تقنيه الفار للظلم اللي تعرض ليه النادي المصري من وجهه نظرهم، لان الحالات دي اتحسبت في فرق تانية ضد نادي الزمالك. وهنا للتذكير بنذكر النادي الاهلي وللتاريخ اول نادي طلب تقنيه الفار للوصول الى اعلى درجه من العداله التحكيميه، ونادي المصري في مباراه امام الزمالك بيطالب بالغاء الفار. حبينا بس نلقي الضوء على النقطه دي عشان نعرف مين اللي في مصلحته ان التحكيم يكون عادل بجد مش بشعارات. واحنا اول اتحاد في العالم عايز فار للفار.